مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم في جوله جديده من جولات برنامجكم برنامج اليوم، جوله في اهم واخر الاخبار والاحداث المحليه والعالميه. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير، واحنا بنحتفل بذكرى ليله الاسراء والمعراج، ليلة أن ترقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المراتب العلى، وكان قاب قوسين أو أدنى على بساط أنس الرحمن، فما كذب الفؤاد ما رأى. فسبحان الذي اختص النبي بالإسراء إلى بيت المقدس، ومن ثم عرج به في رحلة إعجازية المعنى والإشارة والمدلول. كل موقف في الرحلة دي يحتاج إن احنا نقف عنده كتير ونتمعن في حكمته ومقصده بتدبر وتعمق. عشان كده احنا بينضم لنا هاتفيا واحنا بنحتفل النهاردة بالإسراء والمعراج، بينضم لنا هاتفيا الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المتابعين الكرام، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. وحضرتك بخير. وفي البدايه عايزين نتعرف من حضرتك على عله الحكم الالهي بان يسرى ويعرج بالنبي. الدلاله بقى، دلاله التوقيت، دلاله المكان، ودلاله الحدث. هو شهر رجب من الاشهر الحرم، وهو شهر منفرد، يعني الأشهر الحرم عندنا أربعة: ذو القعدة، ذو القعدة وذو الحجة، وشهر الله المحرم، دي متصلة. وعندنا شهر رجب هو شهر فرد من الأشهر الحرم، وهو هذا التحريم لهذه الأشهر من ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام صلى الله عليه وسلم. وجاء هذا الحدث في عام الحزن بعد أن توفيت أمنا خديجة عليها السلام، وتوفي عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو طالب، ولاقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المشركين ما لاقى من الأذى، واشتد الكرب، فكان هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وسلم، وأيضا إذان بالفرج. ولذلك إحنا لما بنحيي هذه الذكرى إحنا بنتمنى من الله سبحانه وتعالى، وبنستحضر هذا، أن يكون إحياؤنا لهذه الذكرى هو الفرج. صحيح. وهو للتخفيف، لأن زي ما حضرتك عارفة ويعلم كثير من المتابعين الكرام أن الصلاة فرضت في هذه الليلة طبعا. وأول ما فرضت 50 صلاة، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينسى هذه الأمة، يعني إن كانوا قد أذوا أصبحت خمسة ولكن بثواب 50. نعم، يبحث لهم عن التخفيف. صحيح. فظل يراجع الله سبحانه وتعالى حتى يعني كتبها 5 وفي الثواب 50. ففي يعني من المستفاد من هذه من هذا الحدث شيء مهم جدا، أن الله سبحانه وتعالى هيأ نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الحدث قبله بحادثة شق الصدر الشريف. وجاء سيدنا جبريل عليه السلام بقسط من ذهب مملوءة إيمانا وحكمة، وكأن هذا الإيمان وهذه الحكمة شيء مادي، فصب في صدر النبي الشريف صلى الله عليه وآله وسلم تهيئة لهذه الرحلة، تهيئة لهذا الفرج، تهيئة لهذا التخفيف على هذه الأمة. نحن نعتبر أن رحلة الإسراء والمعراج من مكامن أهميتها هو اشتمالها على التكليفات. كيف نحيي ليلة الإسراء والمعراج وليه تبدأ النهاردة من بعد صلاة المغرب؟ نحييها باتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا بأكد اتباع سنة سيدنا النبي حتى لا يتورك علينا بعض الناس ويقول أن هذا من البدع. إحنا نحيي هذه الليلة بالصلاة فيها،
كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فصلى فيها على أرض مصر. فنحن يستحب لنا أن نحيي هذه الليلة بقيامها بالصلاة فيها على أرض مصر كما فعل تماما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. ويستحب لنا أيضا أن نحيي نهارها بالصيام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صام يوم 27 من رجب كتب الله له صيام 60 شهرا. 60 شهر ما شاء الله، اللي هم على 12 يعني حوالي 5 سنوات. ونخفف فيها عن بعضنا ونحب لأنفسنا ما نحب لغيرنا. زي ما ذكرت لحضرتك من شوية، ملئ بالإيمان والحكمة، فهيا بنا نملأ قلوبنا بالإيمان، هيا بنا نتتبع تلك النصوص التي تقول مثلا: والله لا يؤمن أو لا يؤمن أحدكم إذا فعل كذا وكذا، فنبتعد عن هذه الأخلاق الذميمة ونفعل عكسها حتى يتمكن الإيمان في قلوبنا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني نحييها بالصلاة، نحييها بالصدقات، نحييها بإيه؟ يعني أنا محتاجة من حاجة، يعني اللي مش هيقدر يقوم يصلي قيام النهاردة، يعني إيه البدائل الأخرى اللي إحنا ممكن نحيي بيها؟ الكريمة مش قيام، نصلي ركعتين لله بعد العشاء. تمام. نصلي الوتر. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في سيناء ركعتين. نقوم هذه الليلة بالصلاة ولو بصلاة ركعتين، نقومها بأن احنا نفتح صفحة جديدة مع ربنا. يا ربي احنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله ونصبح صائمين من استطاع منا ذلك. هيا بنا نبدأ بهذه الأعمال الصالحة بنية أن نفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، حتى يصلح الله حالنا، حتى يفرج الله كروبنا، حتى يرزقنا الله سبحانه وتعالى بما يشبه المعجزة. الناس تشتكي والناس كذا وكذا، هيا بنا نلجأ إلى الله، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. فهيا بنا نسارع في هذه الخيرات ونعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى. طيب يا شيخ أحمد، يعني قبل ما أختم مع حضرتك، يعني محتاجين في يوم زي ده بعض الدعوات لعلها تكون يعني ساعة إجابة، فنختم يعني هذه الفقرة معاك بدعوات إلى الله عز وجل، اتفضل. نفتتح هذا الدعاء بأن نمدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رجاء أن يستجيب الله لنا، ونقول ما قال الإمام البوصيري: سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم. ثم ندعو فنقول: اللهم بحق هذه الساعة المباركة، ولعلها أن تكون ساعة إجابة، نسألك يا ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، نسألك أن تشفي مرضانا وأن ترحم موتانا وأن تصلح أحوالنا وأن توسع أرزاقنا وأن تهلك أعداءنا وأن تبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أمين. كل سنة وحضرتك طيب شيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وكل عام وحضرتكم بخير في مصر وأمتنا طبعا العربية والإسلامية. شكرا جزيلا لك. هنبدأ بقى أخبارنا. انطلقت النهاردة المقابلات الشخصية للمتقدمين لانضمام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وكيان شباب مصر في كل محافظات الجمهورية. ده كان في إطار طبعا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اللي أشار إلى أهمية التطوع من منطلق التطوع مسؤولية وطنية.
والسعي طبعا لتدريب قدرة شبابية والتأكيد على أهمية مشاركة الشباب في العمل التطوعي وتأهيلهم للمشاركة في العمل العام. الحقيقة شهد النهاردة توافد عدد كبير من المتقدمين من المتطوعين في كل نقاط التمركز للمقابلات، واللي حققت الانتشار طبعا الجغرافي بالجمهورية من أجل الوصول لكل الراغبين في الانضمام للتحالف وهذا الكيان باختلاف بقى شخصياتهم وقدراتهم وتنوع خبراتهم العلمية والعملية. كمان حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وكيان شباب مصر على دعم عملية اختيار المتقدمين للكيان ده من خلال دعوتهم لتقديم أوراق عمل في أحد الموضوعات الآتية: حوكمة المنظومة، الحماية الاجتماعية، مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، إعلام الجيل الخامس، سبل التأثير على بناء الشخصية المصرية وتطور العمل التطوعي ودوره في مواجهة الأزمات والكوارث. كمان الشباب المصري خارطة عمل ما بعد التمكين، ده لضمان اختيار أفضل المتقدمين لوضع بصمتهم في العمل التطوعي. لسه مكملين باقي أخبارنا مع حضراتكم. والنهاردة أعلنت وزارة الصحة الانتهاء من إجراء 1,580,458 عملية جراحية، ده ضمن طبعا مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة اللي بتشملها هذه المبادرة منذ انطلاقها في شهر يوليو، لو حضراتكم تفتكروا طبعا شهر يوليو عام 2018. الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة قال إن الوزارة تبعت أكثر من 18,614 حالة بعد إجراء عمليات حرجة ليهم، ده للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى من خلال الفترة طبعا من يناير إلى منتصف فبراير لعام 2023، بالإضافة لاستقبال 65,517 اتصال من مرضى قوائم الانتظار خلال نفس الفترة عبر الخط الساخن المخصص لهذه المبادرة. مش بس كده، الوزارة كمان وزارة الصحة أعلنت استئناف العمل بمبادرة السيد الرئيس للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وده بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري وحرصا من الدولة على صحة وسلامة الطلاب. احنا يمكن كمان كان لينا بالأمس مداخلة هاتفية مع الدكتور حسام عبد الغفار وتحدثنا عن هذه المبادرة وصلنا فيها لحد ايه، وقال كمان ان احنا مكملين خلال الفترة اللي جاية في يعني هذه الكشوفات على طلابنا طلاب المدارس. الوزارة كمان قالت في هذا البيان اللي صدر النهاردة إن فرق المبادرة تمكنت من فحص 1,884,104 طالب في كل مدارس الجمهورية، ده منذ انطلاقها في شهر ديسمبر اللي فات من العام الدراسي الجاري وحتى أمس الخميس. طيب هنروح لمبادرة كلنا واحد، هذه المبادرة يعني الخيرة جدا استعدادا لشهر رمضان بالتزامن طبعا مع قرب حلول شهر رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين. أعلنت وزارة الداخلية عن قيامها بداية من السبت في زيادة عدد السلاسل التجارية وإقامة المعارض المشاركة في المرحلة 23، أيوة هي المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد منذ بدأها وحتى اليوم، ده بيوفروا فيها كل مستلزمات الأسرة المصرية. محتاجين نتعرف أكتر على تفاصيل عن هذه المبادرة وعن ما توفره للمواطن المصري في هذا التقرير، تابعوا معايا. لنهاية شهر رمضان المبارك تستمر فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في مرحلتها 23 التي أطلقتها وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير كافة أنواع السلع بتخفيضات كبيرة تصل نسبتها إلى 60%. وجود المبادرة بالأسعار والتخفيضات اللي موجودة دي بيخلي المواطن يحس إن فعلا السيد رئيس الجمهورية حاسس بالناس وحاسس بالمواطنين، وعشان كده بنعمل المبادرات دي اللي بيبقى فيها متوفر كل الأصناف الاستراتيجية وبأسعار مناسبة وأسعار مخفضة، ودي بتخلي الناس على الأقل تشعر إن في حد حاسس بيها. تشهد هذه المرحلة من المبادرة مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية بأفرعها التي يصل عددها إلى 1074 فرعا ل 31 سلسلة تجارية على مستوى الجمهورية. تتوفر فيها السلع المتنوعة بجودة عالية وبالتخفيضات المعلن عنها، بالإضافة إلى سرادقات بالميادين الرئيسية و36 معرضا فرعيا للسلاسل التجارية
المشاركة بمختلف المحافظات. مبادرة كويسة جدا، بتقدر توفر طبعا للشعب المصري كل الأساسيات من زيت سكر رز الكلام ده كله، فهي حاجة كويسة جدا يعني ان هي لازم تكون موجودة ولازم ندعمها. المبادرة دي ساعدت في ان احنا ناخد بسعر اقل من السوق، اسعار كلها كويسه جدا وعاملين تخفيضات كويسه جدا الصراحه. وفي اطار تطوير اليات المبادره بما يضمن انتشارها ووفره المعروض، قامت الوزاره بتجهيز عدد من الشوادر الجديده بالشوارع والميادين الرئيسيه بمختلف المحافظات، يشارك فيها عدد كبير من الكيانات الصناعيه والتجاريه الكبرى بمعروضات متنوعه من السلع باسعار مخفضه وجوده عاليه، تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث تجري الاستعدادات والتجهيزات داخل هذه الشوادر وضخ كميات كبيرة من السلع بها لافتتاحها أمام المواطنين اعتبارا من 18 من الشهر الجاري للاستفادة من التخفيضات، موضحة جميعها على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. احنا موجودين النهارده في المبادره بشكل مباشر لاول مره موجودين فيها، كنا موجودين فيها قبل كده بشكل مش مباشر عن طريق وكلاء او طريق مجموعه من السلاسل التجاريه اللي بتنزل المبادره مع وزاره الداخليه طبعا، بس احنا المره دي لاول مره نتواجد فيها بشكل مباشر. بنشارك بجميع انواع السلع الغذائيه اللي هي في المجال بتاعنا، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نوفر السلعه على مدار العام وبالذات في المناسبات زي شهر رمضان، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نتغلب على غلاء الاسعار اللي موجود عالميا دلوقتي، وما بنبصش لعملية مكسب أو خسارة قد ما بنبص إن السلعة لازم تكون متوفرة وبسعر مناسب. إحنا بدأنا هذه المبادرة قبل شهر رمضان بفترة عشان نبدأ نسعد المواطن المصري، مقدمين أسعار زيوت وأسعار مثل نباتي بأسعار خصومات تتراوح ما بين 15 إلى 25%، وهيستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان بمشيئة الله. أنا اللي دايماً ببقى واقف لي. وتحت مظلة المبادرة تواصل منظومة أمان توفير السلع عبر 1026 منفذاً ثابتاً ومتحركاً على مستوى الجمهورية تابعة لها، موضحة جميعها على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. فضلاً عن استمرارها في طرح كميات إضافية من السلع بأسعار مخفضة من خلال سيارات متنقلة موجودة بالشوارع والميادين بالمناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية. انتشار كبير لمبادرة كلنا واحد منذ إطلاق وزارة الداخلية لها مع مشاركة واسعة من كبار التجار والسلاسل التجارية، أتاحت معروضا كبيرا من كافة أنواع السلع بأسعار مخفضة رغم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على أسعار السلع، حيث تسعى وزارة الداخلية إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال هذه المبادرة. دي كانت مبادرة كلنا واحد رقم 23، كل السلع متوفرة وموفرة بنسب تتراوح من 15 ل 25% ويمكن أكتر كمان في بعض السلع، في بعض السلع داخل المنافذ اللي هي منتشرة في كل أنحاء الجمهورية. هنروح لفاصل قصير هنرجع نكمل باقي كلامنا في اليوم، ولسه معانا أخبار كتير، خليكم معانا. برحب بحضراتكم من جديد في اليوم، وهنروح على صادرات مصر الزراعية. ليه بقى؟ لأن وكالة فيتش أصدرت تقرير وضحت فيه وقالت أن قطاع الزراعة في مصر بيعتبر أحد أهم القطاعات المستهدفة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. التقرير كمان قال أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.3 مليون طن في عام 2022، وده رقم قياسي لوحده، رقم قياسي جديد لمصر، يعني الزيادة وصلت فيه حوالي 624 ألف طن عن عام بقى إيه؟ عن عام 2021، ده وفقا للبيان الصادر عن وزارة الزراعة المصرية في 31 ديسمبر 2022. وفي عام 2022 افتتحت مصر حوالي 19 سوق جديد لمنتجاتها الزراعية خارجيا للمساعدة طبعا في زيادة الصادرات. التقرير كمان أكد على وجود فرص استثمارية زراعية متنوعة متاحة في مصر، وعلى رأسها مشروعات استصلاح الأراضي اللي بتشمل مشروعات وطنية زي مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليون فدان، والمشاريع اللي احنا بنسمع يعني ما بيفوتش علينا يوم وتاني إلا لما الرئيس في مناسبة ما بنلاقي
بيعلن عن زيادة محاصيل الأراضي المزروعة من الفول الصويا والزيت عشان نوفر زيت ونأمن احتياجاتنا ومن العلف وما إلى ذلك، ما بيفوتش برضو يومين وبنلاقي يعني الحقيقة بعض الإعلانات عن ما يخص حجم الزراعة في مصر والأراضي المنزرعة والاستثمار فيها وما إلى ذلك. عشان كده احنا قلنا النهاردة يوم الجمعة لازم نطل طلة كده ونعرف يعني في هذا الملف الهام جدا احنا وصلنا فيه فين، وهل ده آخر يعني ما سنصل إليه ولا لسه هناك رؤية جديدة تضاف وتضيف للزراعة في مصر. هاتفيا بينضم لنا الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بالدين. الحقيقه التقرير اللي احنا قريناه يعني كان مريح جدا وسعداء جدا بيه، تقرير وكاله عالميه بيشيد بصادرات مصر الزراعيه. انا عايز اسالك ايه مناطق القوه اللي قدرنا نعززها الفتره اللي فاتت وعملت الفرق ده في الصادرات الزراعيه المصريه؟ يعني الاول اسمح لي اشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. والحقيقه احنا كان في اهتمام من 2014 بالفلاح المصري وبالمنتج المصري وبجوده المنتج المصري. وطبعا احنا عندنا الفلاحين والمزارعين في مصر شطار الحقيقه، وبيعرفوا يعملوا انتاج جيد وانتاج يقابل المواصفات العالميه، ولو رحنا اي مكان هنلاقي من افضل المنتجات للتكليه هي المنتجات المصريه. دي حاجه. عززنا احنا الكلام ده بايه؟ بان احنا عملنا منظومه تكويد ومتابعه. فبالتالي قدرنا نتابع المنتج الزراعي على مر المراحل من اول ما بيدخل الارض حتى بيصل الى المستهلك اللي هيستهلكه سواء داخل مصر او خارج مصر. فدي عمليه التتبع بتدي فرصه ان احنا نقدر لو في اي اخطاء او في اي حاجه محتاجه للتصحيح بنعدلها فورا وبشكل سريع. الحاجه الثانيه ان احنا كمان بدانا نرفع من درجات الوعي لدى الفلاح بكيفيه التقليل من استخدام المبيدات الزراعيه، وبالتالي ده بيقلل من متبقيات المبيدات، الى جانب ان احنا طورنا من المعامل المصريه بالكامل، وبقى عندنا عدد من المعامل اصبحت معتمده كمعامل مرجعيه بالنسبه للاتحاد الاوروبي او بالنسبه لمنظمات منظمه الصحه الحيوانيه، وبالتالي ده بيدي مصداقيه وثقل للشهاده اللي بتخرج من مصر ان هذا المنتج خالي من اي متبقيات. ده كله عزز من موقف مصر، الى جانب التواصل الفعال بقى بالتنسيق بين الحجر الزراعي المصري ووزاره الخارجيه ومكاتب التمثيل التجاري وسفراء مصر في الخارج. وده اللي خلانا نفتح 19 سوق جديد لمنتجاتنا الزراعيه بالخارج زي ما وزاره الزراعه قالت. ده في الفتره الاخيره، لكن احنا لو بنتكلم على اخر 4 سنين احنا بنتكلم في اكتر من 83 سوق جديد تم فتحهم. النهارده يا فندم احنا اكتر من 350 منتج بيوصلوا لاكتر من 160 دوله حول العالم. واحنا مستمرين في التواصل الفعال مع مختلف دول العالم، وان شاء الله يبقى في مزيد من التنوع ومزيد من الصادرات الزراعيه. طب اكلمني يا دكتور عن اخر 19 سوق جديد تم افتتاحهم خارجيا لمصر لمنتجاتنا الزراعيه في الخارج، فين هي وايه هي المنتجات اللي هم بيطلبوها تحديدا؟ هو يعني بعد الاسواق اللي احنا فتحناها احنا بنتكلم عندنا السوق الياباني، السوق الفنلندي، السوق النيوزيلندي، الاتحاد الاوروبي، كل دول دلوقتي تقريبا بتشتغل معانا، دول الخليج، افريقيا، امريكتين، احنا عندنا تقريبا كل قارات العالم بنغطيها بالمنتجات الزراعيه المصريه. طبعا من افضل المنتجات او اكثر المنتجات اللي عليها طلب الموالح المصريه بتاتي مترفعه على عرش الصادرات الزراعيه المصريه، يمكن هي من افضل الصادرات حول العالم او من اكثر مصدر حول العالم في البرتقال دلوقتي هو البرتقال المصري. مصري كمان البطاطس عملت طفره كبيره جدا، احنا يمكن مصدرين العام الماضي اكثر من او ما يقرب من 900,000 طن من البطاطس صدرناهم لمختلف دول العالم، كان تطور كبير جدا بيحصل طبعا. والفراوله المجمده برضو من الصادرات المهمه اللي بتخرج من مصر، الى جانب العديد من الحصادات الزراعيه في مجالات الخضر والفاكهه، احنا الحمد لله لنا رياده فيها بشكل كبير. وكمان يعني هي دي اهم المحاصيل، لكن احنا بنعمل على فتح اسواق جديده، على محاصيل جديده عشان يكون في تنوع اكبر ان شاء الله في الفتره المقبله. هل في محاصيل جديده بالفعل ممكن تدخل يعني سوق التصدير الفتره اللي جايه؟ طبعا التمور هي اكيد هيكون لها دور كبير في الفتره اللي جايه، الرمان من المنتجات اللي عملت طفره كبيره في عمليه التصدير، وبدانا نلاحظ وجود كبير للعنب المصري كمان بقى متواجد على قائمة التصدير، الخضر بقى البرتقال والطماطم، آسف الخيار والطماطم والعديد من الخضروات أصبحت برضو وليها مجال، وإن شاء الله مع زيادة بقى حجم الرقعة المزارعة من المشروعات العملاقة اللي بتخدمها الدولة المصرية، مع الجهود الكبيرة الموجودة علشان نطور إنتاجية الأرض القديمة، مع الاهتمام بالجودة، مع الاهتمام بالمعامل،
اكيد ان شاء الله يكون في مزيد من الصادرات الزراعيه في المستقبل في كل الاصناف ان شاء الله. طيب احنا كده كنا بنتكلم على 2022، 2023 توقعاتك تزيد الصادرات المصريه من منتجاتنا طبعا الزراعيه قد ايه؟ يعني احنا لما بنتكلم على 2022 هنلاقي مقارنات مع الاعوام اللي قبلها، يعني مثلا 2021 كنا بنتكلم حوالي 5.2 او 5.4 مليون طن من الصادرات. السنه دي احنا او سنه 22 كنا بنتكلم على 6.3 مليون طن من الصادرات. سنه 2020 اللي هي اللي قبل 21 على طول كنا بنتكلم في حوالي 5 مليون طن من الصادرات. احنا دايما عندنا كيرف الصادرات بيرتفع بشكل كبير. صحيح. وواضح ان احنا عندنا في تطور كبير بيحصل في عمليه الصادرات الزراعيه المصريه. ان شاء الله يعني اكيد هنتجاوز الرقم اللي احنا وصلنا له هذا العام، ممكن نوصل ل 6.5 حوالين هذا الرقم، ممكن نتجاوز، ممكن يعني اكيد هنعدي ال 6.3 مليون طن اللي احنا حققناها في عام 2022 ان شاء الله. وطبعا مع الظروف والمتغيرات اللي احنا شايفينها ان شاء الله نامل الخير كله لمصر باذن الله. اللهم امين. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعه والمتحدث باسم الوزاره. الشكر موصول لحضراتكم في كل مكان على ارض مصر الطيبه. حلقتنا خلصت من برنامجكم برنامج اليوم، اشوفكم الاسبوع الجاي اربع خميس جمعه ان شاء الله على خير باذن الله، وكل سنه وحضراتكم طيبين.